سألقي قصيدة للشاعر محمود درويش من كتاب لا تعتذر عما فعلت بعنوان تنسى كأنك لم تكن. تنسى تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة، تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج، تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤياي، هناك من نثر الكلام، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية، أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا غنائيا وجرسا. تنسى تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا، وتنسى وتنسى تنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تسوسني وأسوسها. أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول. يسبقني غد ماض، أنا مالك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هي الطريقة. ربما نسي الأوائل وصف شيء ما، ربما لأوقظ فيه عاطفة وحس، ربما تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى. أنا للطريق، هناك من تمشي خطاه على خطاي، ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى، أمام البيت حرا من غد مقسوم، أمام البيت حرا من غد مقسوم، حرا من كنايتي ومن لغتي، حرا. فأشهد أنني حي